تطوير تطوير دولة ولا شخصية، وأننا يجب أن نستمر فيما تم الاستثمار فيه. ولكن قد تكون آليات التنفيذ هي اللي محتاجة تعديل المصدر. أنا هتكلم ببساطة كده، لو الأهالي شعروا إن ابنهم بتطور وإن التطوير ملموس على الأرض كانوا زمانهم سعداء. ولذلك ده اللي هنشتغل بيه مع بعض، إن إحنا التطوير يبقى على أرض الإيه؟ الواقع، على مستوى المدرسة، على اعتبار إن المدرسة هي وحدة التطوير. لو وصلنا ده، أنا لسه جاي حالا وجايب مديرين مديرية ومديرين إدارة ومديرين مدرسة علشان اما اجي اعمل كتاب دوري، يبقى الكتاب الدوري طالع منين؟ طالع من الميدان. انا عندي توجهات لكن لو انا اديتها في كتاب دوري قد على ارض الواقع ما تتنفس، يبقى ما عملناش حاجه. فاول رساله ليا بقول اهو، التطوير تطوير دوله وليس تطوير وزير، وانا مكمل عليه، ولكن قد يكون هناك اليات التنفيذ محتاجه ايه صواب. ودايما يقولوا لا تفاوض في هدف ولكن التفاوض في الاليات. فاحنا ايه ده 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 الشغل اللي انا عايز ااكد عليه. الجزئيه الثانيه، وانتوا اكيد عارفينها اكتر مني، عوده الطلاب للمدرسه. ده هدف استراتيجي عندي، ننجح فيه بنسبة كام ده اللي هنشتغله مع بعض في هذا الإطار. لازم الطلبة ترجع للمدرسة، لأن المدرسة لها دور اجتماعي، مش إن أنا أروح أخد في سنتر ولا في، معلش يعني، واجتاز اختبار. كلنا كده أهو، كلنا أهو، لو سألت واحد واحد هتلاقي مدرس أثر فيك. ده زمان يعني. أنا شخصيا مثلا أنا بحب الرياضة جدا جدا. نعم؟ ما دي حاضر. كل واحد فينا معلم أثر فيه، وهو ده اللي خلقه وخلاه. أنا لما أجي على طالب وأقول له وأدي له ستيكر وأقول له برافو وسقفوا له، مش عارف إيه، دي بناء الشخصية. علشان كده إحنا في المرحلة الابتدائية مع الكيجي والابتدائي لحد يعني مش لحد، المفروض المرحلة الابتدائية كلها هي صناعة هذا البني آدم كبناء شخصية متكاملة عقليا ووجدانيا وجسمانيا، وليس فقط انه يحصل دراسي ويجيب لي درجه وهو نفسيا في عنده مشكله وخجول وانطوائي. ده ان شاء الله لما يقدم في مقابله ويروح يعمل مقابله وهو خجول وانطوائي ولا 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 مش هناخد منه حاجه. فانا بقول اهو النمو الشامل للمتعلم. احنا في مدارسنا مركزين بس على الناحيه المعرفيه ويا ريتها كامله، ده الجزء بتاع الحفظ والتكرار والكلام ده كله. ده هل ده هيصنع طالب متعلم ينافس على 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 المستقبل؟ رؤيه مصر 20 بتقول اتاحه التعليم للجميع بجوده عاليه ليكون المتعلم متعلم معتزا بذاته، فخورا ببلاده، قابل للتعددية، يقبل التعددية، قادر على التنافسية. دي رؤية مصر 2030 مش بتاعتي. طب السؤال، هل الآليات اللي موجودة على الأرض الآن تحقق ده؟ لا. فده واحد من التحديات. الرسالة الثانية عودة الطلبة للمدرسة، وهقول إيه الآلية اللي بنعملها لهذا الإيه الكلام. إحنا بنصرف كويس جدا على التكنولوجيا، بس هي التكنولوجيا موازية للبرنامج الدراسي. انا عايز ادمجها في البرنامج الدراسي، وهقول هدمجها ازاي في الفترة اللي جاية. يعني عودة الانشطة بكافة انواعها الرياضية والفنية والثقافية كله لازم، هي دي. انا عايز اقول كلمة كده وخلاص، وانا تخصصي مناهج وطول تدريس، ممارسة نشاط قد يحقق نواتج تعلم يعجز مقرر دراسي كامل عن تحقيقه. يعني ايه الكلام ده؟ لو طالب اشترك في مسرحية، أداء مسرحية، كمية المهارات والمعارف اللي اكتسبها أحسن من مقرر. أنا يعني خلينا لما مقرر دراسي، حفظ السيناريو، نسق مع زمايله، اضطر يقرا اكتر عشان يبقى مثقف، فهنا قارب مزاجه. انا اقول لكم حته بقى بواقع ان انا مدرب. زمان كنا بندخل مدرس يشرح فعايز الاولاد يبقوا ايه؟ اسكت هوس.
ومهارته وشطارته انه يسكت الايه الطلب. المدرسين في العصر الوقت في الايام دي عايزين يعملوا نفس الايه الحكايه، يحصل صدام ما بين الطلبه والمدرس لان الدنيا اختلفت. فلو التعليم بتاعنا ديناميكي بقى، ودور يا ابني ابحث انت شوف ده مع زميلك واعمل، لا هتوظف الطاقه دي بدل ما هي بقى نزاع ما بينه وبين المعلم، هتبقى لا استثمرت في بناء الطاقه، في بناء قدرات الطالب ومهاراته ونواتج تعلمه. طريقه الاداره مش ضبط فصل، اداره فصل. ده كلام مفاهيم لازم الناس تبقى عارفاه كويس. الموهوبين والمتفوقين السيد الرئيس اكد عليها معانا وقال انا مستعد اصرف عليه لان هو ده اللي هيصنع الفارق. طبعا مش معناه ان احنا هنتخلى عن الباقيين، عشان بس ما حدش يجي يقول لي لا لا لا، ان برنامج التعليم متاح للجميع، اتاحه التعليم للجميع، ولكن اللي عنده ربنا اداله موهبه تانية، استعداد فطري منحه الله سبحانه وتعالى له، احنا نستثمر فيه لان ده لما هيكبر هيصنع الايه الفارق. انا بس حته برضو بحكم ان انا معلم برضو، كل الولاد عايزين يبقوا اطباء صح، وابوه يقول لي يا دكتور ويا باشمهندس. انا بقى لو بدات المدرسه ببطاريات استعدادات للميول والاتجاهات من بدري، بالراحه بس علي من بدري، مش انا لا انا واحد مثلا القاء شعر، واحد فنان، طول ما الموهبه لسه استعداد فمش باينه، لما ظهرت خلاص دورك خلص. الشطاره في ايه بقى كشفها، زي البترول كده، انا باجي اقول هنا 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 بترول، مين اللي يقدر يقول ان هنا بترول؟ الخبير، لكن مش الشخص العادي. انا بقى بنقول بنطبق بطاريات استعدادات بحيث كل طالب يعرف ميوله فين، اللي ممكن يبقى شاعر فين، اللي يبقى محامي فين، اللي يبقى بيزنس مان فين. ده كله ده مبكر بقى من بدري، من اول رابعه وخمسه وحتى اعدادي. فتيجي تبص تلاقي الولاد راحوا فين، كل واحد راح في التراك اللي ماشي مع مين، مع قدرته، لان العالم الان مش عايز الشخص العادي مش هيبقى له وجود، يعني مش هيبقى قادر على التنافس، فلازم يبقى واحد متميز وعارف يعمل ايه حاجات كويسه.